يا بنات، معانا غسالات النهارده في كارفور المعادي، عيد ميلاده بيبقى 7/1، بيبقى عامل تخفيضات لمدة أسبوع، حاجة كده محترمة في أول شهر 1 لحد 7/1. بصوا كده 18,600، دي زانوسي، دي 9 كيلو، في 10 كيلو عامل 21,200. ده بيبقى شكلها 21,200. اللي تحت دي نوحة زانوسي برضو، دي 1,300. كم كيلو انا مش عارفة، مش مكتوب عليها كم كيلو او مكتوبه انا مش شايفاه. دي زيها بس بيبقى دي عدد كيلو معين ودي عدد كيلو معين، ودي 7 سنوات ضمان. المهم ان اللي تحت دي 1,300، ب 1,300 القمر جي. اول مره اسمع عن مركز اسمها فاميلي كير، دي زانوسي فاميلي كير، برضو فاميلي كير 500، دي زانوسي مش عارفه ايه فاميلي كير دي، برضو دي زانوسي، دي ب 9,100. كام كيلو بقى دي؟ 6 كيلو. بلاش تجيبوا حاجه صغيره، 6 كيلو دي صغيره قوي، بلاش حاجه صغيره، بلاش بصراحه. بعد كده بتتضايقي منها لما يكون عندك اطفال ولا حاجه والغسيل بيكتر، ما بتعرفش تغسلي فيها حاجه خالص. دي ب 11,100، دي 7 سنوات برضو زانوسي. كام كيلو دي؟ 7 كيلو، دي 7 كيلو. دي ب 13,000 جنيه. دي غسالات الفوق اوتوماتيك، الفول اوتوماتيك، الفول اوتوماتيك هوريها لكم دلوقتي. دي بتاخد 10.5 كيلو زي ما انتم شايفين اهي، دي 10.5 كيلو اهي، 10.5 كيلو بكام؟ ب 18,000 جنيه، 490. اللهم بارك، انا حاسه ان الساعه بتاعتها يعني كبيره، اللهم بارك، بسم الله. الساعه بتاعتها كبيره اهي، الحله بتاعتها كبيره ما شاء الله، ما شاء الله الحله بتاعتها كبيره جدا ما شاء الله. 10.5 حلو، 10.5 و12 حلوين قوي. دي 15,090، 15,090. كم كيلو؟ 9 كيلو، 9 كيلو، دي 9 كيلو و15,130. دي ال جي، دي ال جي، دي ال جي، دي بيكو، ده سامسونج. اتفضل. 8 كيلو، 8 كيلو زي ما انتم شايفين اهي، 8 كيلو، دي سامسونج، دي سامسونج 8 كيلو، مش مكتوب عليها سعر. دي 18,500، دي ايه؟ انكس على ما اعتقد، يعني مش مكتوب عليها كم كيلو، ولا مكتوب ضمان 6 سنين، لكن كم كيلو انا ما اعرفش كم كيلو، لا اعرف. دي 6 سنين برضو. دي هوفر 7 كيلو ب 9,330. هوفر 7 كيلو. عايزه اوريكم بقى اللي هي فوق اوتوماتيك، الفوق اوتوماتيك دي بقى اسعارها، انا عايزه اعرف اسعارها. دي غساله اطباق، دي غساله اطباق، دي كده برضو اللي حابب يعرف غساله اطباق. دي حلوه قوي، دي تاخد كام فرد؟ دي فريش ستانلس، دي ب 10,780، بس مش مكتوب عليها كام فرد. دي فريش غسالة ب 10,109، برضو دي غسالة عدد البرامج 6، عدد الأشخاص 13 شخص. دي ب 11,500، 11,600، دي 13 شخص، دي حلوة قوي، دي صغيرة يعني الناس لسه مبتدئين. بس على فكره بصوا لقدام، لو جبتوا حاجه وانتوا لسه مبتدئين بعد كده لما بيبقى فيه اولاد معاكم مش بتعرفوا تتعاملوا مع الحاجه، لازم تغيروها. فدي غساله فول اوتوماتيك، فوق اوتوماتيك طبعا، هم زنقينها خالص فمش عارفه افتح الباب.
دي بتاخد 15 كيلو اللهم بارك. سعرها ايه؟ انا مش عارفه ال 15 كيلو دي سعرها ايه. 15 كيلو إيه اسمها ايه دي؟ دي وايت بوينت. دي وايت بوينت اهي برضو، ودي وايت بوينت، يبقى الكلام على دي. دي ب 11250، 15 كيلو ولونها رمادي، يبقى الكلام على دي 11250. لما البنوتة تجيب غسالة ب 11000 وتلاجة ب 15000 وبوتاجاز ب 20000 ولسه هدومها وجهازها، انا احس ان العروسة عليها عبء اكتر من العريس، مش عارفة ليه. مهم ما علينا، ان الغسالات دي، ده شكل الاطباق من جوه، هو في حد بيفرجهم على الاطباق، دي شكل الاطباق من جوه، ودي المكان اللي انتوا بتحطوا فيه السحور. لما يكون غسالة سحون 7 برامج 13 شخص لونها اسود، شاشة عرض ب 23000، 24000 جنيه بالظبط. القمر دي ب 24 جنيه 24000. لا اله الا انت سبحانك. بيكو غسالة اطباق 15390. اللهم بارك اللهم بارك، يعيننا ربنا. نوع تبع على 14 كيلو، 14 كيلو واللون فضي ب 11350. بصراحة ال 15 اللي عجباني قوي، 15 كيلو عجباني قوي. وبوينت، استنى نروح لها تاني كده، نلقي نظرة ونقول لها وداعا، انك في امان الله. ب 15 كيلو، هي 15 كيلو قمر تتحط كده في المطبخ، تقول لي كان اهو بكام؟ ب 11000 جنيه 250. دي عجباني قوي بصراحه. نستودعكم الله، كفايه عليكم كده النهارده، نقول لكم الى اللقاء.